معايا عبر الهاتف الآن المهاجم التونسي الرائع جدا لنادي إنبي صاحب الهدف الأول في نادي الزمالك اليوم رفيق كبو. رفيق مشرف ومنور، بهنيك على مستواك الشخصي وفوز فريقك اليوم. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك، ربنا يبارك لك. إيه الأداء الرائع ده من أول الموسم، أداء مبهر. أنا لسه بقول الراجل ده إزاي كان غايب عن الدوري الممتاز يا جماعة. والله يا كابتن الحمد لله، أنا السنة اللي فاتت في الدرجة الثانية يعني علمتني كتير حاجات، ففرقت معايا جدا، والسنه دي لقيت نفسي جاهز 100% والحمد لله، يعني ان شاء الله الواحد يكمل على كده. يعني قلت لي انا فاكر عملنا حوار قبل بدايه الموسم في معسكر نادي انبي، وقلت لي ان انت الموسم دوت هتعمل اداء كبير وهتبقى واحد ان شاء الله من هدافين الدوري، وفعلا انت من اول الموسم حتى مع اهتزاز مستوى انبي في بعض الاوقات انت بتقدم مستوى محترم جدا. بالظبط يا كابتن، لما عملنا الحوار قلت لك ان شاء الله انا يعني طامح ان انا اكون هداف الدوري، وان شاء الله يعني باذن الله يعني الواحد يكمل على كده ان شاء الله. ما زال الطموح ده عندك؟ ما زال انا طموحي كبير يا كابتن، انا عندي اوبجكتيف اعلى من كده يعني، فاهم؟ هايل. ان شاء الله خير يا رب. هايل. النهارده بقى المباراه بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ شفت المباراه كانت ازاي؟ المباراه طبيعه الحال لما تلعب قدام نادي الزمالك هي مباراه مش سهله، انت النهارده عملت مستوى رائع جدا طوال المباراه. بالظبط يا كابتن، هو المباريات زي ما قلت لك الاهلي والزمالك يعني دول بالنسبه لي من احسن المباريات انك تلعبها في الدوري، يعني لازم يكون واحد جاهز نفسيا وبدنيا وكل حاجه ويعمل اللي عليه. والحمد لله احنا كنا يعني رايحين الماتش ان احنا نجيب 3 نقط، والحمد لله كان توفيق من عند ربنا وجبنا 3 نقط مهمين جدا ان احنا دلوقتي لازم نبني عليها. الكرة اللي كانت من خلف دفاع نادي الزمالك اللي انت سجلت منها الهدف دي كرة اتكررت مرتين او 3 في المباراة، اشتغلتوا انتوا عليها؟ واضح ان انتوا متدربين عليها بشكل كويس. متدربين عليها اصلا اللعيبة، يعني بيعرفوني بقطع انت وبنزل انت تحت الكورة. فكان يعني برضو كانت تعليمات من كابتن تامن، هو يعني درسنا الزمالك كويس وعرفنا النقاط يعني الضعف بتاعهم، فالحمد لله احنا استغلنا الفرصة دي والحمد لله. يعني في كوره انت عملتها وانا بتفرج على المباراه في اللايف، يعني قلت دي كوره يا جماعه مهاجم كبير فيها جرأه وفيها شخصيه، لما عديت واخترقت دفاعات نادي الزمالك بتتكلم في 4 أو 5 مدافعين حواليك، انت خدت الكوره من نص الملعب ورايح على مرمى محمد صبحي، جرأه رائعه منك يا رفيق، وانا تصورت انك في لحظه من اللحظات هتقف على الكوره عشان تبدا تنقل اللعب، لقيتك واصل للمرمى. بص يا كابتن، انا اول ما الكوره طبت خدتها على طول، وانا باخد الريسك، انا في حياتي غير الكورة في كل حاجة باخد الريسك عادي. هايل. هايل. يعني رحت اخدت الريسك وقلت انا همشي بيها لاخر رمق فيها. فالحمد لله يعني ما كملتش كويس. بس الحمد لله انا اخدت الكرة ورحت ومشيت وعادي بالنسبة لي يعني. هايل. عايز اسألك على حاجة، انا عارف ان هي من طموحاتك الكبيرة يعني، وانت كنت من زمان حتى وانت موجود في وادي دجلة كنت بتطمح لده، المنتخب التونسي لسه في افكارك؟ حاسس ان انت ممكن في يوم من الايام قريب يعني تبقى موجود مع المنتخب التونسي؟ والله يا كابتن بص، والله النقطة دي بتاع منتخب تونس، والله هقول لك يعني الحقيقة أنا في قلبي بقوله على طول، منتخب تونس مش فاكرني، مش بيكلمني، مش بيسأل عليا، مش ولا حد مثلا من المسؤولين بيقول لي جهز نفسك هتيجي، ولا احنا متابعينك ولا حاجة، يعني منسي خالص يعني مش موجود. فأنا بالنسبة لي لو استدعوني مرحبتين، ما استدعونيش عادي، بشتغل على نفسي وعندي طموحات أكبر من كده. الحمد لله ان شاء الله خير يعني. ايه طموحاتك اللي اكبر من كده؟ واحد يلعب في فرقه كبيره، انا بلعب دلوقتي في انبي فريق كبير يعني طبعا الواحد يطمح يلعب في اهلي وزمالك مثلا او بره من تونس في فرقه بره من مصر يعني فرقه كبيره. فاهم؟ يطمح الواحد يلعب يشوف يعني طموح تاني يعني. ربنا يوفقك ودايما مميز، واحد من اللاعبين المميزين جدا في الدوري المصري. احنا نفرح يا رفيق ان انت موجود معانا هنا في الدوري المصري حقيقه يعني. حبيبي والله يا كابتن، نتشرف بيك. حبيبي رفيق ابو مهاجم نادي انبي صاحب الهدف الاول، صاحب الهدف الاول في مباراه الزمالك اليوم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.